زول إثما دي سما أنسون في شون غوص شفا أمي دينا ونخ إذنا سورف مي إلا دغري إجي موشان زانا هياد أمي دينا نزرمي إدمينياتير موشان زان المهم باش ندخل في الموضوع كنشكر الجميع على زيارة هاد القناة ومشاهدة هاد الفيديو. هاد النهار غادي نهضر على القيم ديال التسامح عند الامازيغ. من هم الامازيغ اولا؟ يعني يجب ان نعرف هذا المصطلح، من هم الامازيغ؟ اتمنى ان يكون الصوت مسموع والصوره واضحه. الامازيغ هما اناس احرار، ميمس امازيغن، امازيغن هي ميد امازيغن، نتأمو امازيغن، احرين، زي الحريه، زي للي، لا غاسنت للي، تيبغى انت للي، واللي تيبغى الحبس، واللي تيبغانا المضايقات، واللي تيبغانا الصداع، واللي تيبغانا الى اخره. فالدليل على هذا، على كون الامازيغ هم شعب حر، يعني الدليل القاطع اللي عندنا هو ان الامازيغ هو الشعب الوحيد اللي ما عندوش السجن في، يعني على مرور عبر التاريخ، يعني ان صح التعبير اعتذر، يعني معايا واحد هذا القتوت اللي شفتو شي شويه كيبرزط، ولكن غادي نحاول نوضح لكم الفكره، لانه كيبقى هو واحد يعني جزء من الطبيعه، فكيقول ليه هزني، لانه هاد الحيوانات هي حيوانات جزء من الطبيعه، فمجموعه من الملتحين والمتطرفين يمنعون تربيه هاد الحيوانات، انا لا اعرف لماذا. اذا فغادي نسترسل في الموضوع ديالنا ديال هذا النهار، اللي هو الامازيغ هو الشعب الوحيد في العالم اللي ما عندوش الحبس. نتان ايج يعني افغان دين غوريلي وكورمو كومزرول. الشعب الامازيغي هو الشعب اللي ما عندوش الحبس في العالم، يعني ما عمرو استعمل الحبس، كانت عنده واحد الطريقه باش كيعاقب، فهي كتسمى ثيرزي. هاد ثيرزي هادي شنو كتدار؟ هو بحال كتكسر، جايه من كسر ثيرزي، هو كتهرس ديك العائله اللي كينتمي لها، داك الجاني اللي دار ديك الجريمه. كيفاش كيوقع هادشي؟ هو الا دار شي واحد شي جريمه معينه، شنو كيوقع له؟ هو كينفيوه، كيتمنى في ديالو، ما كيبقاش في وسط داك الدوار، وما كيبقاش في وسط ديك القبيله. اذا فالقيمه ديال ديك العائله كتولي نازله. علاش؟ لانه كل ما كثروا الافراد داخل الاسره، كل ما كان النشاط والحيويه والاقتصاد في ديك الاسره، كل ما كان عندها واحد الشان، كل ما كانت عندها واحد لافالور. اذا ففاش كتفقد ديك العائله، داك الشخص كتنقص من العائله ديالها، لانه يقدر يكون هذاك مثلا غادي يمشي يسرح، واحد غادي يمشي يحصاد، واحد غادي يمشي يحرث، واحد كل واحد شنو غادي يدير، واحد غادي يمشي للسوق، واحد غادي يمشي مثلا إذا كانت شي عرضه، إذا كانت شي عرضه عندهم، ف غادي مثلا يمشي يقضيها، كاين واحد كل واحد يعني وشنو باش كيتكلف. كل ما كانوا الأفراد ديال الأسرة كثر، كل ما كان يعني أفضل. إذا فهاد النفي ولا ثيرزي التي كانت تنتهج في الوسط الامازيغي دليل على حبهم للحريه. اذا ما كانش عندهم شي حاجه ديال الحبس او العقاب او الضرب او القتل او الجرح او الى اخره. اذا فهذا هو الدليل على كون الامازيغ شعب حر يحب الحريه. وكانت كذلك يعني عمليات كدار في المستوى ديال القضاء، كانوا اعراف، يعني ان الشعب الامازيغي يعني شعب كان معروف باعرافه في جميع المجالات، لا سواء في السقي، لا سواء في المراعي، ولا سواء في يعني في معالجه مشاكل يعني صراعات الى اخره. فيعني المعالجه ديال الصراعات، فكاين ما يسمى بثضا. هنا كيشوفوا واحد المراه ولا جوج عيالات مثلا كل وحده من قبيله، كيكونوا مثلا والدين، وكيحلبوا داك الحليب ديالهم في الطعام، وكيخلطوه، كيديروا غير واحد القطيرات، ماشي يعني ماشي بزاف، كيديروا غير شي قطيرات وكيديروا في الطعام الى تكن كوتشو، وكيعرضوا دوك القبائل، ديك القبيله اللي دابزات مع قبيله واحده اخرى، وكيحلبوه، يعني كيتحلب داك الحليب تما وهذا، وكياكلوه، كيشاركوه باش ما يوليوش يدابزوا. اذا تما كيموت الصراع، تما كيموت الصراع بين جوج القبائل. الى جينا نشوفوا عند روني جيرار،
على داك العنف المدمر. فعند الامازيغ ما كينطبقش، يعني يعني بالنسبه للنظريه ديال روني جيرار في العنف المؤسس او العنف المدمر، فيعني غادي يكون ما طبقش، يعني وكانت النظريه ديالو خاطئه في التنزيل ديالها على مستوى الشعب الامازيغي. انا كنهضر على الحقب اللي دازو قبل ما يعني تدخل ثقافه داخله على المجتمع الامازيغي، لا سواء في التدين، لا سواء في العلاقات الاجتماعيه، ولا سواء في المستوى ديال القضاء والاعراف الى غير ذلك. اذا فكما قلت فالشعب الامازيغي دائما شعب حر، فطرقت هذا النهار جوج ديال الحوايج واللي هما اول حاجه هو كون الشعب الامازيغي شعب محب للحريه، وكذلك كون الشعب الامازيغي يحتكم الى اعراف التي يعني تفضي الى حل النزاعات سلميا، يعني دون سفك الدماء ولا يعني القتل او الجرح او الضرب الى غير ذلك. اذا فهذا يعني مقتطف فقط في 6 دقائق تقريبا، وغدا ان شاء الله سوف اتمم هذه الحلقه، وسوف يعني انور الجميع كي يعرف من هم الامازيغ وما هي الثقافه الامازيغيه. مرشين ومزان لي تسلم من خون ثان ميرتنو، يلا نيا باي باي. باي باي.